اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية جدول العمل الذي ضم عددا من البنود خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد في مقر اللجنة، ولعل أبرزها لائحة لجنة الأخلاق التي تتضمن العديد من البنود الخاصة بتحصين المال العام ومنع أصحاب المناصب الرياضية وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية وأقاربهم بجميع الدرجات من الدخول في شركات أو شراكات يمكن الاستفادة من أموال الرياضة عن طريقها. كما اعتمدت الجمعية العمومية الميزانية الخاصة بالسنوات الثلاث السابقة التي لم تتمكن الأولمبية من اعتمادها، كما وافقت على التعديل على النظام الأساسي بشأن طريقة انتخاب لجنة الرياضيين لتكون حسب متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية. في سؤال ثاني؟ نيابة عن اخواني واخواتي اعضاء اللجنة الأولمبية، نرحب بكم ونشكركم على حضوركم اليوم جمعية العمومية الغير عادية. القصد هو ثلاث بنود. البند الأول هو الإطلاع على التقارير المالية من عام 2016 إلى 2019. البند الثاني اعتماد لائحة الأخلاق للجنة الأولمبية الكويتية. والبند الثالث هو الإضافة والتعديل على النظام الأساسي. اسمحوا لي أن أطلب من أخوي أمين السر مناقشتهم على هالبنود. مادة 34 لجنة الرياضيين. قبل لجنة الرياضيين رئيس اللجنة الأولمبية هو اللي يقترح على الجمعية العمومية أسماء الرياضيين اللي يكونون في مجلس الإدارة أو في الجمعية العمومية. اليوم التعديل اللي طلبته اللجنة الأولمبية الدولية قالت لا، لازم تعدلون على هذه المادة، نبي انتخاب الرياضيين اللي يمثلون صوت الرياضيين يكونون منتخبين من جميع الرياضيين المسجلين في الاتحادات والأندية المتخصصة. يعني الرياضيين اللي بالطائرة لازم ينتخبون يمثلون لهم ناس، اللي في المبارزة نفس الشيء، اللي بالجمباز، اللي بالسكواش، فالقدم، السلة، فكل الرياضيين المسجلين بالاتحادات هم اللي يختارون ممثلينهم باللجنة الأولمبية الكويتية. فعشان كذي احنا وزعنا هذا التعديل